بسم الله، السلام عليكم. ازيكم يا اولاد؟ معاكم النهارده الفيديو التاسيسي الاول اللي هفهم منه مدخل الاورجانيك كيمستري، الكيمياء العضويه. مبدئيا الف مبروك الاول الكليه، وان شاء الله انتم مبسوطين معانا. قبل ما اتكلم عن اي حاجه في الماده، انا عارف ان احنا في ثانوي ما خدناش الجزء بتاع الكيمياء العضويه. لا ده مش بس كده، الكلام ده احنا بنتعرض ليه في كل سنه. في بعض شهادات المعادله ما بيدرسش الجزء بتاع الكيمياء ده، اي جي ما بيدرسش الجزء بتاع الكيمياء ده. قصد اقول يعني المشكله دي بتواجهنا كل سنه، لكن السنه دي مواجهنا بقى ان كل ثانويه عامه اللي طالعه لنا السنه دي ما خدتش كيمياء عضويه. طيب دي حاجه تخوف؟ اكيد دي حاجه تخوف، لان الحاجات اللي في الاول، الجزء اللي في الاول ده اللي هو الانترودكشن لسه هنعرفه مع بعض، بسيط، هيبقى سمعت عنه شويه في سنه وفي مناهج اولى او ثانيه. لكن جزء الكيمستري بقى تفاعلات وحضرات و و و انتوا ما سمعتوش عنه. ما بقولش ان دي هتخوف، لكن طبيعي طبيعي هيبقى تقابلنا سن الصعوبه. نحاول على قد ما نقدر في اول ثلاث فيديوهات هعملهم، ثلاث فيديوهات تاسيسيين ان شاء الله يفرقوا معانا كتير جدا ويرفعوا مستوانا كتير جدا جدا. قبل ما اقول ولا كلمه، انا لا يعنيني ان تكون عارف حرف في الكيمياء، سواء الاورجانيك او الانورجانيك، كنتش عارف اي حاجه خالص عن الكيمياء، وان شاء الله هنبداها خطوه خطوه كده ومستوانا هيبقى زي الفل باذن الله. يلا نبدا. بسم الله. في الاول دكتور، هو يعني ايه اورجانيك كيمستري؟ اورجانيك كيمستري معناها كيمياء عضويه برضه. يعني ايه؟ في بعض المركبات بنقول عليها اورجانيك، وبعض الاخر بيتقال عليه ان اورجانيك. دي ده اولا الفيديو الاول والثاني والثالث انت مش ملزم بيهم مذاكره، انت بتتفرج على الفيديو ده كده وابعت لك بعد كده صوره البورد بتكتبها بايدك كده او بتطبعها وتقراها بس مش اكتر، اوكي؟ على الفيديو الاول والثاني والثالث لسه ما فيش اي لود او اي حمل في المذاكره، انت بتتفرج بس على الكلام اللي انا بعمله ده وبتفهم بس. والماده على فكره كلها بيور 100% فهم، نسبه الحفظ فيها زيرو. نسبه السؤال عليها في الامتحان انت حفظت ايه؟ زيرو. مفيش حاجه اسمها عرف او سمع او قارن، لسه بدري هنعرف التفاصيل دي كلها. المهم كنت بقول في حاجه اسمها اورجانيك وحاجه تانية اسمها انورجانيك. انا بره الموضوع خالص، احنا اتفقنا ثلاث فيديوهات بنقدم لكم الماده. زمان 1800 وشويه جه عالم اسمه بيرزيليوس، والكلام ده مش اي لازمه، كان بيقول ان المركب العضوي او الاورجانيك كومباوند ده هو المركب ان فيه قوى حيويه بتصنعه، يعني حاجه كده بتصنع جوه النبات، بتصنع جوه الحيوان، ده اسمه اورجانيك. ده كان وجهه نظر الراجل ده. يعني نجيب له مثلا مركب زي ده، نقول له هو المركب ده اورجانيك ولا ان اورجانيك؟ يقول لو الجسم بيعرف يكونه يبقى اورجانيك، ما بيعرفش يكونه يبقى ان اورجانيك. الكلام ده غلط. جه بعديه عالم اسمه فولر واثبت ان المركبات اللي الجسم بيكونها نقدر نصنعها بره، وحط تعريف اشمل للكيمياء العضويه. قال ايه بقى؟ قال ان الاورجانيك كومباوند هو كومباوند كونتيننج كربون اتوم. على فكره حاجز اللغه، يعني كلام بالعربي بالانجليش ده يبقى هايف قوي، يعني حوار الكليه بالانجليزي، لا ده الانجليزي يبقى اسهل من العربي، والكلام ده هتعرفه مع الوقت. بقول ان الاورجانيك كومباوند هو كومباوند كونتيننج كربون اتوم، يعني مركب يحتوي على ذره كربون. ياه ذره كربون؟ هتقعد خمس سنين في الكليه تتكلم على ذره الكربون دي، تخيل؟ يعني ذره الكربون الهايفه سي دي اول حاجه بنعرفها، اللي رمزها سي دي حاجه مهمه. حاجه مهمه ايه؟ احنا في كليه صيدله، كليه صيدله يعني هدف الاول صناعه الدواء. تعرف ده دواء مثلا، تعرف ان 99% من الادويه اللي اتصنعت ومليون في الميه من الادويه اللي هتتصنع في المستقبل المكون الرئيسي ليها هي ذرات الكربون؟ يعني ذره الكربون اللي انت مستهون بيها دي او مستهيفها دي، تقول لك كل الادويه اللي في الدنيا تحتوي على ذرات كربون. اي دواء يجي في بالك، اي انت لسه عارف حاجه، بس مثلا ممكن سمعت عن بنادول مثلا، اكتب كده في جوجل بنادول ستراكشر، هيطلع لك مركب ضخم كده، هتلاقي المكون الرئيسي ليه هي ذرات الكربون. يبقى نقول تاني ان المركب العضوي هو مركب كونتيننج كربون اتوم. انا لازلت بقول احنا بندردش، مش مطالب اي حاجه لسه. كربون اتوم، اتوم اتوم يعني ذره. وكان قلنا في الابتدائي ان الاتوم دي بتتكون من نيوكلياس سراوندد باي الكترونز، يقول لك ان ذره بتتكون من نواه والنواه محاطه بالكترونات. انا معاك ان الكلام ده لسه كلام هايل. الالكترونز دي سيركيوليتنج بتدور في حاجه اسمها انرجي ليفلز، كلام عادي. الالكترونات بتدور حوالين الذره في حاجه اسمها مستويات الطاقه، وكانوا علمونا زمان ان في سبع مستويات للطاقه، كي ال ام وهكذا. مستويات الطاقه دي عباره عن شوارع كبيره متقسمه من جواها لمدارات صغيره، المدارات الصغيره دي بتقال على الحاره، او المدار ده بيتقال عليه اوربيتالز، تمام. يبقى لغايه دلوقتي بنقول اول كلمه بقولها لك ما معنى اورجانيك كومباوند؟ مركب يحتوي على ذره كربون. يعني اقول لكم حاجه، ده اسمه حمض الاسيتيك، اسمه اسيتيك اسيد. انا لازلت بقول هفضل، انا ماليش دعوه انت عرفت ايه في سنه، مش عايزك تكون عرفت ولا حرف. ده حمض اسمه اسيتيك اسيد، اسيد يعني حمض. وده حمض اسمه هيدروكلوريك اسيد، ده اسيد وده برضه اسيد. من وجهه نظرك اللي ملهاش لازمه، مين في دول يعتبر اورجانيك اسيد ومين فيهم يعتبر ان اورجانيك اسيد؟ اللي عنده ذرات كربون واحده او اثنين او غيره يتقال عليه اورجانيك،
لكن ده اتش سي ال ما فيهوش كربون يتقال عليه ان اورجانيك. احنا بقى بتوع الاورجانيك تمام. يبقى اورجانيك كومباوند كومباوند كونتيننج كربون اتوم. الذره عموما تكون من نيوكلياس سراوندد باي الكترونز. الالكترونز دي سيركيوليتنج بتدور في حاجه اسمها انرجي ليفلز، مستويات الطاقه متقسمه من جواها لحاجه اسمها اوربيتالز. على فكره انت مع الوقت هتعرف انا شغلي الرئيسي هي البورد. البورد ده كنز دايما بقول كده، وافضل طريقه للمذاكره انا كده كده بنزل لكم، هنزل لكم ورق بعد كل جزء وبعد كل فيديو عن الورق هنذاكر منه ونحل منه. لكن افضل طريقه لمذاكره الماده معايا انك بعد ما خلص الفيديو اصور لك البورد دي وابعتها لك تطبعها وبس وتذاكر منها. نرجع نكمل يلا. الاوربيتالز، ايه الاوربيتالات دي؟ الحارات او المدارات، الحاره او المدار. الاوربيتال ده اللي بيمشي فيه الالكترونات. اي اوربيتال يتسع تو الكترونز يقدر يشيل 2 الكترون تمام. وكانوا قالوا لنا قبل كده الاوربيتالز منهم اربع انواع، نوع بيتقال عليه اس بي دي اف، ممكن تكون شفتهم في العناصر الانتقاليه اللي كان الباب الاول عندك في ثانوي. انا بقى لا يهمني غير الاس والبي، الاس اوربيتال والبي اوربيتال. الاس ده عباره عن وان اوربيتال، الدي البي بيكون عباره عن 3 اوربيتالز، الاس بيكون عباره عن اوربيتال واحد اللي هو ده مثلا، والبي بيكون عباره عن 3 اوربيتالز. لو تفتكروا كان اقول لكم اكس واي زد، اتفقنا ان اي اوربيتال اخره يشيل 2 الكترون. يعني الاس ده لو اتملى يشيل 2 الكترون، البي لو اتملى 2 هنا و2 هنا و2 هنا 6 الكترونات، الدي عباره عن 5 اوربيتالز يشيل 10 الكترونات، الاف عباره عن 7 اوربيتالز يشيل 14 الكترون. مش هشوف ده ولا ده نهائي لان شغلي كله مع الاس والبي. لغايه دلوقتي ما قلتش حاجه. نقول تاني، يعني اورجانيك يعني مركب محتوى على كربون. طب بينا وبين بعض ليه بندرس المركبات اللي فيها كربون؟ ندرس ايه؟ ده هنقعد 5 سنين ندرس الكربون. ليه يا دكتور؟ الادويه اللي اتعملت والادويه اللي هتتعمل المكون الرئيسي لها ذرات كربون. دكتور يعني ذره؟ عباره عن نيوكليوس سراوندد باي الكترونز. دكتور الالكترونز موجوده فين؟ انرجي ليفلز. الانرجي ليفلز تكون موجوده في حاجه اصغر اسمها اوربيتالز. انا مش ههتم غير بالاس والبي. اشمعنى مش ههتم غير بالاس والبي؟ يا ابني انا بتكلم على ذره الكربون، وذره الكربون دي الكتروناتها مش كتير، هنشوف دلوقتي مع بعض، فبتتوزع في الاس والبي وتخلص، هنشوف دلوقتي يعني ايه. دكتور برضو طب بعد اذنك، هو انت ليه رايح في الاتجاه ده؟ انت قلت انت بتشرح تاسيس، ده حقيقي. اول حاجه هتقابلني في المنهج الحقيقي اللي انا ماليش دعوه بيه دلوقتي، عنوان اسمه هايبردايزيشن، اللي هي الدكتوره كده زي القطر برق دي. هايبردايزيشن دي معناها تهجين، وهقول لكم ده انا هلخصه لكم والله الحته دي. بصوا محاضره كده ساعتين ونص كده تلخصهم بس في الاربع ثلاث اربع سطور دول مع الوقت، لسه شويه. هايبردايزيشن بالعربي معناها تهجين. تهجين معناها خلط، معناها ميكسنج، مش موضوع. استنى بس، اصل وانا بشرح التهجين ده بس لسه مش وقت هقول لك في ثلاث انواع من التهجين. نوع بيتقال عليه اس بي 3 انا لسه ما بشرحش، نوع بيتقال عليه اس بي 2، ونوع بيتقال عليه اس بي. فعايز قبل ما اوصل لده قبل ما اشرح ده اقول لك اس بي اللي انا بنطقها دي معناها ايه وجايه منين. إيه؟ جاي ان في اوربيتال اسمه اس واوربيتال تاني اسمه بي. طيب بص، اني اليمنت، اي عنصر في الدنيا بكل رمز، مثلا الكربون رمزه سي، اي عنصر في الدنيا رمز اكس، اي رمز، وبيكون مكتوب هنا رقم وبيكون مكتوب هنا رقم. الرقم اللي هنا بنقول عليه اتوميك نمبر، اتوميك عارفين طبعا جاي من اتوم، العدد الذري اللي هو عدد البروتونات او عدد الالكترونات اللي بتدور حول النواه. والرقم اللي هنا لا يعنينا، هيعنينا في اورجانيك 2، هيعنينا في اورجانيك 3، لكن لا يعنينا في اورجانيك 1 اللي احنا نتكلم عليها دي. اللي فوق ده بيتقال عليه ماس نمبر، العدد الكتلي. طيب لو انا عايز اعمل الكترونيك كونفيجوريشن، كلمه الكترونيك كونفيجوريشن معناها توزيع الكتروني، عايز اتفرج على الالكترونات موزعه في ذرات الكربون او النيتروجين او الاكسجين. بصوا انا عايز اقول لكم حاجه، انا هدخل على عنوان اسمه هايبردايزيشن ده بعد 5 دقائق تقريبا، وعلشان ادخل هنا وافهمك محتاج الاول اوصل اعمل توزيع الكتروني للكربون والنيتروجين والاكسجين، وبعدين اقول لكم رول معينه كده واعلمكم شويه حاجات اول مره تسمعوها. يلا نعمل توزيع الكتروني لذره الكربون، اوكي؟ يلا. ذره الكربون انا قايل لك ذره الكربون رمزها سي، وانا اللي بقول لك عندها 6 الكترونات. هنبدا نقول 1s2 بتهيألي ده منطق، 1 هو المستوى الاول، s يشيل 2 الكترون، روح اللي بعديه. اللي بعديه بيكون فيه 2s، وبيكون المستوى الثاني وبيكون فيه 2b. املى الاس 2s2 2 الكترون و2 الكترون 4 من الست الكترونات، يبقى انا عندي 2b2، يبقى توزيع الالكترون لذره الكربون. وانسى ان ده يكون سؤال، ده احنا لسه في الاول لسه اصلا ما دخلناش في المنهج. الحاجات دي مهمه جدا وهي الركيزه اللي هنقف عليها طول السنه. 1s2 2s2 2b2 يا دكتور انت كده وزعتهم بس انا ما شفتهمش، انا عايز اتفرج على الالكترونات دي في الاس او البي. وماله مفيش مشكله، هنقول ادي ال1s2 بتهيألي انتوا معايا، وده هيكون ال2s2 نعمله بلون تاني كده هتعرفوا ليه مع الوقت. وادي ال 2 بي، اتفقنا ان البي بتكون عباره عن 3 اوربيتالز. يلا كده 1s2 ادي الكترون وادي الثاني،
ممكن يكون قالوا لكم في سنه وفي اولى او في ثانيه ان ده بيبص، ده بيلف في اتجاه وده بيلف في اتجاه تاني. يقول لك اصل الالكترون سالب واخوه كمان سالب، فلو كانوا جنب بعض في نفس الاتجاه هيحصل ما بينهم ريبالجن، هيحصل منهم تنافر، فواحد بيلف في اتجاه والتاني بيلف في اتجاه تاني. لا يعنينا. يقول لك المجال المغناطيسي الناشئ عن دوران احدهما حول نفسه يعاكس المجال المغناطيسي الناشئ عن دوران الاخر حول نفسه، فما يحصلش ما بينهم تنافر. لا يعنينا ده في حاجه. ادي 1s2، بعد كده 2s2، بعد كده 2b2 في كام الكترون؟ 2. كان في عالم اسمه هوند حتى قاعده اسمها هوند رول، كان قال الالكترونات توزع فرادى سنجل الون، ادي 2b2 بالتالي مفيش اي مشكله. يبقى 1s2 2s2 and 2b2. تعال نتفق على الاتفاق. المستوى الاول ده استبعده تماما من حساباتك. دكتور ايه حساباتي؟ لما ندخل في الكيمياء ونيجي نتكلم بقى على ذره معينه، نعرف الذره دي نشيطه في التفاعلات ولا غير نشيطه، بتعمل رابطه ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه، بتفقد الكترونات، بتكتسب الكترونات. المتحكم في سلوك الذره هو الفيلانس شيل. فيلانس شيل، فيلانس جاي من تكافؤ، فيلانس شيل معناه غلاف التكافؤ. بيتقال عليه فارزست انرجي ليفل فروم ذا نيوكليوس بالعربي، ابعد مستوى طاقه عن النواه اللي هو 2، سواء 2s وكمان معاه 2b. المستوى 2 ده هو اللي بيتحكم في سلوك الذره، يقول لها انت هتفقدي، انت هتكتسبي، انت مستقره، انت غير مستقره. الكلام ده كله هنعرفه مع الوقت. المهم ان اللي بالازرق ده هنقول عليه فالانس شيل. طب يا دكاتره كربون 6 كان 1s2 2s2 2b2. طب النيتروجين، ذره النيتروجين عندها 7 الكترونات زي الالكترون واحد عن الكربون، اعتقد هيكون نفس النظام، بس بدل ما كنت بقول 2b2 بتهيألي منطقي هقول 2b كام؟ 2b3. يلا كده نعمل لها الكترون كونفيجوريشن. ادي ال 1s2 وادي الفالانس شيل من ال 2s 2s2 وال 2b، لكن البي اعتقد مقتنعين تماما هيكون فيها 3 الكترونز. ادي 1s2 2s2 2b3 توزع الالكترونز سنجل الون فرادة في الاول. لو هتكلم على الاكسجين O8، دكتور اشمعنى اخترت الثلاث ذرات دول؟ ما تستعجلش، ادي 1s2 وادي 2s2. الاكسجين 8 يبقى هيكون عندها الكترون زايد، هتكون 2b4. ادي 1s2 كده اكلنا 2 الكترون، ادي 2s2 كده بقى عندنا 4 الكترون، بقى 4 في الاول نوزعهم فرادة، دي 1 2 3، بعد كده هيكون معانا الكترون هنا. نتفق على اتفاق اللي بالازرق اللي انا غلفه ده هتعرفوا انا دماغي فيها ايه. اللي انا عملت عليه دايره ده سواء في الكربون او في النيتروجين او في الاكسجين اقدر اقول عليه فيلانس شيل، معناه غلاف التكافؤ. هنعرف قيمته ايه وفائدته ايه وبيعمل ايه حالا. تمام، يبقى لغايه دلوقتي انا قلت لكم كم معلومه بسيطه خالص. الكيمياء العضويه هي دراسه المركبات، هي الكيمياء التي تهتم بدراسه المركبات التي تمتلك او تحتوي على ذرات كربون. وبدات اعمل توزيع الكتروني للكربون والنيتروجين والاكسجين. هتعرف ليه، هتعرف انا دماغي فيها ايه ورايح. طيب اسالك سؤال، ودايما دايما طول ما انا بقول اسالك سؤال سواء احنا شغالين اونلاين او بعد شويه لما نتقابل سنتر، هتلاقيني لما اقول لك اسالك سؤال بنيت انك تحاول تفكر معايا. انا عارف انك ما درستش كيمياء، ودي مصيبه في حد ذاتها، بس ان شاء الله هنقدر نتجاوز المشكله دي. على اني اساس بتعرف الذره بتعمل رابطه او اثنين او ثلاثه او اربعه؟ بتقول يا دكتور على حسب التكافؤ، زي ما كانوا بيعلموك في اول ثالثه سنه. يقول لك في بعض الذرات تكافؤ احادي او ثنائي او ثلاثي او رباعي. انا معاك، بس انا عايز اعلمك طريقه ثانيه اسهل. اسال سؤال كده يمكن تكونوا عارفينه. الميه رمزها ايه؟ مش صعب، الميه رمزها H2O. طيب ماشي، هحتاج انا حاجه. الامونيا سمعتوا عن الامونيا؟ تالي الامونيا الامونيا نشادر رمزها NH3. في حاجه ثانيه اسمها امونيوم هنروح له هنعرفه، ما لكش دعوه دلوقتي. الامونيا او النشادر NH3 يا اهو. طب ما ترسمها يا دكتور. ماشي حاضر. NH3 يعني ذره نيتروجين كده وعندها ثلاث اتشات، ده كله شغل توضيحي. يعني عملت كام رابطه يا اولاد؟ النيتروجين يا دكتور بتعمل 3 رابط، فل قوي. طب قلتوا لي الميه رمزها ايه؟ H2O. يعني ادي ذره الاكسجين وعامله رابطه هنا مع هيدروجين في اتجاهها، ورابطه ثانيه مع هيدروجين. يعني الاكسجين بتعمل كام رابطه يا اولاد؟ بتعمل رابطتين. لو انا المفروض انا كنت اسالكم السؤال الجاي وتجاوبوا، لانه كان الف ب، اقول لكم مثلا طب الكربونه بتعمل كام رابطه؟ ممكن حد يجاوب انه يكون عارفها، وممكن ما خدناش كيمياء عضويه يا دكتور فما نعرفش. الكربونه بتعمل 4 رابط.
على فكرة أنا لما كنت بشرح في العادي للناس اللي طالعة لي من ثانوي عادي، كنت أقول لهم لا يعنيني من مناهج ثانوي غير إن ذرة الكربون بتعمل أربع روابط، كنت أقول لهم وانسى أي حاجة أنت اتعلمتها في ثانوي وبعلمك من أول وجديد. يعني طبيعي ذرة الكربون بتعمل كام رابطة؟ أربعة. إزاي؟ ما تستعجلش، خليك فاكر إن أنا معلق العنوان اللي اسمه هايبردايزيشن ده علشان عايز أنسفه دلوقتي. ما معنى هايبردايزيشن؟ معناها بالعربي تهجين. طيب سؤال، هو ليه في الحياة بنعمل تهجين؟ هو تهجين يعني إيه يا دكتور؟ خلط، ميكسينج، نجيب حاجتين كده مختلفتين نعملهم خلط مع بعض. ليه؟ دايما النية من التهجين ده تحسين. عندي مثلا سلالتين عايز اخلطهم مع بعض فاطلع سلالة احسن. دكتور هو ليه الكيمياء بيحصل فيها تحسين او بيحصل فيها تهجين؟ ما تستعجلش. طيب المفتاح اللي هيدخلني على موضوع التهجين ده وابقى فاهم ليه يعني ليه ما وقفتش النهارده يا اولاد هنشرح تهجين. لا انت بتسالني دكتور بتشرح تهجين ليه؟ يعني ايه تهجين؟ ليه بيحصل تهجين؟ ده دوري. في قاعدة رهيبة دلوقتي بتظهر قدامكم اسمها اوكتت رول. اوكت لما نكمل منهجنا هنعرف يعني تمانية. اوكتت رول معناها قاعدة الثمانيات، قاعدة التمانيات، هنعرف يعني ايه قاعدة الثمانيات حالا. طيب يا دكتور هو ليه الان بتعمل تلات رابط؟ ليه الاكسجين بتعمل رابطتين؟ بتقول من شوية قلت لنا الكربونة بتعمل اربع رابط. ده بص يا سيدي، القاعدة دي أول مرة تسمعوها، بنقول فيها ايه؟ لو انت عندك ذره زي ذره النيتروجين، تعال اقف هنا كده وتعلم والكلام ده يتحفر في دماغك، الكلام ده والله ما هتسمعه في اي حته. بنقول لك ايه؟ في غلاف التكافؤ اللي بالازرق اللي انا واقف عنده ده، الالكترونات المفرده تمثل روابط. يعني بص للالكترونات المفرده وفي المستقبل هتعرف الذره تقدر تعمل كام رابطه. النيتروجين في غلاف التكافؤ عندها كام الكترون مفرد؟ ثلاثه، يبقى تعمل ثلاث روابط. خد المفاجاه دي واول مره تسمعها. والالكترونات المزدوجه اللي هما الاثنين المزدوجين مع بعض دول تمثل حاجه اسمها لون بير. ايه لون بير ده؟ لون بير اللي هو انا كاتبه ده معناه زوج حر من الالكترونات، نون بوندنج الكترونز، يعني الكترونات حره، رصيد اضافي من الالكترونات. هسال يمكن تكون سمعتوها قبل كده، في ان اتش 3 وفي ان اتش 4. ايه اللي يقدر يخلي ال N تتخليها من N H 3 تبقى N H 4 يعني تزيد لها رابطه؟ ان عندها رصيد اضافي من الالكترونات اسمه لون بير. جايه منين تاني؟ في غلاف التكافؤ الالكترونات المفرده هتطلع لي رابط، والالكترونات المزدوجه بتمثل حاجه اسمها لون بير. دكتور ليه ما رحتش لده؟ في غلاف التكافؤ، كلامي على غلاف التكافؤ. طب بص تعالى طبق الكلام ده على الاكسجين، يلا كده اعمل نفس اللعبه دي معايا. الاكسجين في غلاف التكافؤ الالكترونات المفرده تمثل رابط، تعمل رابطتين، والالكترونات المزدوجه تمثل لومبير. انا عندي هنا زوج من الالكترونات المزدوجه وكمان زوج من الالكترونات المزدوجه، تو لومبير، اتنين زوج من الالكترونات الغير مرتبطه. دكتور اللون بير ده هيبقى مهم، مهم، ده هيبقى كنز بالنسبه لك، ما تستعجلش. نرجع تاني نقول الالكترونات المفرده تمثل روابط والالكترونات المزدوجه تمثل لون بير. لو جيت تطبق الكلام ده على الكربون وده اصل الكيمياء اللي احنا بنقوله ده، هتلاقي فيهم كارثه، هتلاقي فيهم مفاجاه غريبه جدا. تعالى كده نطبق نفس الكلام ده على الكربون. ادي ذره الكربون، لو جيت اطبق عليها الكلام الغريب اللي انت سمعته مني حالا، الالكترونات المفرده تمثل روابط، ايه ده؟ يعني الكربون هتعمل رابطتين بس؟ والله هو ده اللي عندها، هي ما عندهاش غير الاثنين الكترون المفردين دول. والالكترونات المزدوجه تمثل لون بير، ايه ده ايه ده؟ يعني العادي فعلا العادي ان ذره الكربون الطبيعي بتعمل رابطتين وعندها نقطتين اللي اسمهم لون بير دول. دكتور طب ازاي؟ انت كنت بتقولنا من دقايق ان ذره الكربون بتعمل اربع، فعلا هي هتعمل اربع رابط بس بعد ما تعمل حاجه اسمها تحسين. استنى تعرف ليه هتعمل تحسين. الفيصل بقى بيني وبينك في الحته دي، الفيصل ما بيننا وبين بعض ان في حاجه اسمها اوكتت رول. كلمه اوكتت رول دي معناها قاعده الثمانيات. بتقول ايه قاعده الثمانيات دي؟ على فكره ما فيش في الكيمياء قاعده علشان تبقى قاعده، يعني غصب عنك اعرف القاعده، لا لا لا. ده العلماء اكتشفوا ايه؟ قالوا ان الذره عشان تبقى عاقله وهاديه ومستقره الاس يكون مكتمل والبي يكون مكتمل. طب فكروا كده معايا، هو الاس لما يكون مكتمل بيشيل كام الكترون؟ اثنين. طب البي لما يكون مكتمل اثنين هنا واثنين هنا واثنين هنا، ست الكترونات بالاضافه لاثنين الكترون اللي هنا، ايه ده؟ بقى عندها ثمان الكترونات. اقول لك اني اتوم، اي ذره تو بي ستيبل لكي تكون مستقره شود بي سراوندد باي 8 نمبر اوف الكترونز. بالعربي ذره علشان تكون مستقره لازم تكون محاطه بثمان الكترونات. دي اسمها قاعده الثمانيات. وان ما كانش ما هو وصلت لثمان الكترونات يبقى ولا عايزه تفقد ولا عايزه تكتسب، خلاص عقلت. طيب يا دكتور ازاي بقى الذرات دي عندها 8 الكترونات؟ تيجي نشوف، عد لي كده الالكترونات اللي حوالين النيتروجين. تعالى بقى اعلمكم قاعده هنشوفها بعينها كمان دقايق في الحته اللي هنا دي.
اي رابطه في الدنيا عباره عن 2 الكترون. ما تستعجلش هوريها لك دلوقتي حالا. اي رابطه، الرابطه دي الخط ده عباره عن 2 الكترون، الكترون الهيدروجين والالكترون النيتروجين. دكتور ازاي ما فهمتهاش؟ دقايق دقايق هتفهم دلوقتي. اي رابطه كام الكترون؟ 2. عد معايا. 2 الكترون، 2 4 6، مش دول 2 الكترون؟ كده النيتروجين بحطب محاطه ب 8 الكترونات. ستيبل ولا ان ستيبل؟ مستقره ولا غير مستقره؟ طالما محاطه ب 8 الكترونات ستيبل مستقر. تعالى كده نعد الالكترونات حوالين الاكسجين. 2 اي رابطه 2 الكترون، 2 4 6 8 ستيبل ولا ان ستيبل؟ ستيبل. خد دي، عد الالكترونات حوالين الكربون. 2 4 6 سيكستت. كلمه سيكستت يعني محاطه ب 6 الكترونات. تو بي ستيبل المفروض يكونوا كام الكترون؟ 8. يبقى عندها مشكله. الطبيعي يكون حواليها 8 الكترونات، هي ما حواليهاش غير 6 الكترونات. فتعمل تحسين. ايه بقى التحسين ده؟ تروح تعمل الكربون بقى، تروح تعمل حاجه اسمها هايبردايزيشن. هايبردايزيشن ده معناه التهجين اللي انا رايح له دلوقتي حالا علشان تكون محاطه ب 8 الكترونات، علشان تكون مستقر. بص بقى المفاجاه الجايه دي، انسى كل الكلام اللي فات ده، كل الكلام اللي انا قلته من شويه طلعه من دماغك، وما تعرفش بس غير المعلومه دي، ان ذره الكربون علشان يكون حواليها اربع روابط لازم تدخل في حاجه اسمها هايبردايزيشن، تهجين اللي انا اشرحه دلوقتي حالا وانسفهولك بسهوله. وتعرف المعلومه دي، بعض الذرات تمتلك زوج حر من الالكترونات. عشان طول ما انت ماشي بقى في سنين الكليه لا في ذرات كده عامل لك على نقطتين. ايه يا دكتور دول؟ دي حاجه اسمها لومبير، هو زوج حر من الالكترونات تملكه بعض الذرات. مين الذرات اللي عندها لومبير؟ اللي هيقابلك في الكليه واللي هيقابلك السنه دي، النيتروجين والاكسجين والسلفر اللي هو الكبريت والهالوجينز. الهالوجينز دول حاجه اسمها الهاليدات، الفلور والكلور والبروم واليود، دول اللي هيقابلوك على مدار السنين في الكليه. يبقى مين الذرات اللي عندها لومبير؟ النيتروجين والاكسجين والسلفر والهالوجينز اللي هم الفلور والكلور والبروم واليود. النيتروجين والاكسجين والكبريت والهالوجينات. دكتور الكربون؟ لا لا، ده الكربون ليه نفسه غير مستقر، فروح يعمل حوار اسمه هايبردايزيشن. اقول تاني الغي كل اللي انا قلته واعرف المعلومه دي. ذره الكربون عشان تكون مستقره يكون حولها اربع الكترونات، هي ما عندهاش القدره ان يكون عليها اربع الكترونات في الحاله الطبيعيه، فتروح تعمل حاجه اسمها تهجين. طيب يعني ايه لومبير؟ لان بحتاجه جدا جدا، والنهارده هتعرفوا بحتاجه في ايه. اللومبير هو زوج حر من الالكترونات تملكه بعض الذرات زي الان وزي الاو وزي الاس وزي الاكس اللي هم الهالوجينز. يا دكتور طب دي عندها لومبير ازاي؟ بص امسك لي مثلا الفلور 9 واعمل له توزيع الكتروني وطبق القاعده اللي انا قلتها لك في غلاف التكافؤ. الالكترونات المفرده بتعمل روابط والالكترونات المزوجه تمثل لومبير، وما تشغلش بالك باي تفاصيل انا بقولها بره الموضوع. حلو، خش بقى في الجد. بص يا حبيبي، العنوان ده دكتور برقت بيه، وهو عنوان المفروض ان هو تقيل وفي تفاصيل والله بلخصه، والله والله محاضرتين دكتور، تقعد محاضرتين تتكلم على الهايبردايزيشن اللي انا لخصه لكم في سطرين بالظبط، سطرين دلوقتي وتفاصيلهم بتبان في الفيديو الجاي. انا قلت لكم هقعد ثلاث فيديوهات اديك الحاجات التاسيسيه. طيب هايبردايزيشن، انتوا قلتوا لي بالعربي هايبردايزيشن معناه تهجين، معناه خلط. يلا كده نعمل توزيع الكتروني، انسى بقى دي خلاص، اعمل لي توزيع الكتروني كده لذره الكربون عشان انسف لك عنوان التهجين ده. بعد ما اشرح كتير هقول لك الغي البورد دي كلها وذاكر دول الكنز اللي هنعرفه دلوقتي مع بعض. هايبردايزيشن، الكربون عندها 6 الكترونات، يلا كده نعملهم توزيع الكتروني. 1s2 2s2 2b2 الكترون فرادة. في اعتراض؟ تاني مفيش. ان الغي ده خالص بقى اللي هو ال1s2 ده، انا مش محتاجينه في حاجه، انا شغلي كله مع الفالنس شيل. جميل، ركز سوا كده. 2s2 2b2 اول خطوه في الهايبردايزيشن، اي خطوه في التهجين ايا مكان نوعه، لان كمان ده هتعرف في ثلاث انواع من التهجين. اول خطوه اسمها بروموشن اكزايتيشن. اكزايتيشن معناها اثاره، بروموشن معناها ترقيه ترقيه. يعني ايه واحد اخذ ترقيه؟ اخذ ترقيه ده يبقى اتنقل من مستوى اقل طلع لمستوى اعلى. بطاقه معينه حراره او غيره هيبدا يتشال الكترون من هنا من ال2s2 من الاس، وروح يطلع للمستوى الاعلى منه في الطاقه. انتوا عارفين في الاول ان الالكترونات تشغل مستويات الطاقه المنخفضه اولا، الاس الطاقه بتاعته اقل من البي لان الاس اخره يشيل الكترون، لكن البي بيشيل 6 الكترونات، يبقى البي الطاقه بتاعته اعلى. بنعمل حاجه اسمها بروموشن، مش احنا اللي بنعمل، الاتوم بتحرك الكتروناتها من المستوى الاقل في الطاقه للمستوى الاعلى في الطاقه. يا دكتور ده في انهي نوع تهجين؟ في كل انواع التهجين. بشيل الكترون من ال2s2 ويروح يقعد في الحته الفاضيه عند البي، يبقى الاس اصبح فيه الكترون واحد. طب والبي فيه كام الكترون؟ واحد.
التاني التالت ده بقى لما اخذ الطاقه دي لما حصل له بروموشن بقى زيه زي اخواته، زيه زي اخواته في ايه؟ حالا هتعرف. الاس خلي بالك انا لسه ما عملتش خلط، خلط لما ابدا اخبطهم في بعض. انا ما خبطتش، انا شلت الكترون من الاس طلعته للبي. اسمع بقى المعلومه دي حلو، بيقولوا لنا ايه؟ ان بيور اس اوربيتال، يعني الاوربيتال بتاع الاس، انتوا احنا مش اتفقنا ان الاس ده عباره عن اوربيتال واحد بيشيل اتنين الكترون؟ شكل الالكترون اللي موجود في الاس اوربيتال بيكون سفيريكال. ده لسه معطوها في ثانوي ومش فارق معايا. كلمه سفيريكال معناها كروي، معناها مدور، يعني الاس شكله دايره. طب شكل الاوربيتال بتاع البي، اعتقد قالوا لكم دي ان البي اوربيتال بيكون عباره عن تو لوبس، عباره عن فصين وذ دامبل شيب. كلمه دامبل شيب هو شكل الكمثرى، يبقى الاس مدور، البي عباره عن فصين. اسال سؤال، الاس والبي ليهم نفس الشكل؟ لا، واحد مدور والتاني فصين. ليهم نفس الطاقه؟ برضو لا، لان واحد اقل في الطاقه اللي هو الاس والتاني اعلى في الطاقه اللي هو البي. تعالى بقى تاني، يبقى الاس اوربيتال النقي شكله بيكون كروي، شكله بيكون مدور كده اهو، ده الاس اوربيتال. والبي اوربيتال النقي، ايه النقي اللي انت واقف عليها دي؟ يعني لسه ما خلطناش حاجه، بيكون عباره عن تو لوبس فصين وضمبل شيب. هايل، بس ما عملتش حاجه. نقول تاني، يلا يا اولاد، عملت توزيع الكترون الكربون، نسيت ده، خدت الكترون من الاس طلعته للبي بحاجه اسمها برموش. على فكره اوعى تفكر في امتحان هيجي لك الكلام ده وترسم وتسمع وتقارن، لا 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 لا. طب استنى هتعرف تسال ازاي. عملت بروموشن طبعا الكلام، بس الكلام ده مهم مش هنفهم. خدت الكترون من الاس طلعته عند البي، بقول قبل الخلط لسه ما خلطتش، هسالك سؤال وكلكم جاوبتوه. الاس والبي ليهم نفس الشكل؟ لا، واحد مدور والتاني فصين. ليهم نفس الطاقه؟ برضه لا، واحد اقل في الطاقه والتاني اعلى في الطاقه. حلو بالظبط، كانك في البيت وبتعمل كوكتيل. جبت خلاط، قطعت تفاح وقطعت موز. التفاح والموز ليهم نفس الشكل؟ لا. ليهم نفس الطعم؟ برضو لا. احطهم في الخلاط واضربهم، هما كانوا مختلفين. الضرب او الميكسنج اللي انت بتعمله ده هيطلع لك برودكت واحد، هيطلع منتج. المنتج ده عنده طعم ثابت، اه لقط من الاثنين. اسمع بقى دي، ميكسنج. هنبدا نخلط بقى. اسالك سؤال يا رب تعرف تجاوبه، هو الاس في كام الكترون؟ واحد. البي في كام الكترون؟ ثلاثة. حلو، جاوبه كده. من وجهة نظرك اللي ملهاش لازمة، لو خلطت الكترون من الاس مع ثلاثة من البي يطلع تهجين نوعه ايه؟ لو خلطت الكترون من الاس مع الثلاثة اللي في البي، اخلط دول على بعض يطلع تهجين نوعه اس ب3 ويكون له خصائص معينة. طب لو خلطت الكترون من الاس مع، خلي بالك البي فيها ثلاثة، مع اثنين من البي هيطلع تهجين نوع اسمه اس بي 2. دكتور طب والتالت ده؟ هيعمل لك حاجه ما تستعجلش. طب لو خلطت الكترون من الاس مع الكترون من البي هيبقى التهجين نوع اسمه اس بي، وفي دول لسه باقيين هيعمل لك حاجه ثانيه. يبقى في يعني ليه ما فيش حاجه اسمها اس بي 4؟ ايه اس بي 4 ده؟ وهو الاس في الكترون والبي فيها ثلاث الكترونات، لما نخلط كله مع بعضه اس بي 3 واحد مع 2، اس بي 2 واحد مع واحد يطلع نوع تهجين اسمه اس بي. وده لعبتي هفهمها لك دلوقتي حالا، والله العظيم بعد كده في دقيقه هتفهم. طيب اس بي 3 بتتعمل بقى ازاي؟ الاس بي 3 انت قلت هنخلط كله في بعض، ده كام يا عيال؟ واحد. ودول كام؟ ثلاثة. اخلطهم مع بعض. بصوا بقى اللعبة الجاية دي اهو، خلطنا مع بعض مجموعهم كام قلتوا؟ مجموعهم أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، وكل واحدة فيها الكترون. ادي الكترون، اثنين ثلاثة أربعة. حلو، اتفاجئ. تعالى بقى اتفاجئ معايا، وليكن انا بتكلم على ذرة كربون اهي، ادي ذرة كربون اهي اللي انت عملت لها اللعبة دي، ادي ذرة كربون. حلو كده؟ قبل التهجين الاس كان شكله سفيريكال، والبي كان عباره عن تولوبس. دايما بقول ان البي تولوبس هو بيور، كلمه بيور يعني نقي قبل الخلط، خزن دي. طب دلوقتي ده هو اللي طالع ده اس ولا بي؟ لا يا دكتور، ده الهايبرايزد المهجن. اسمع بقى، البي اوربيتال النقي بيكون عباره عن فصين، المهجن بيكون عباره عن وان لوب. يعني اللي طالع من التهجين ده هيكون عباره عن وان لوب كده، فص كده، فص كده، فص كده، وفص كده. دكتور معلش فهمني، ايه دول؟ دول الواحد اتنين تلاتة اربعة اللي طالعين من الهايبرديزيشن. استنى اشد دي فوق سنة كده اهي. يبقى تاني، واحد اس مع تلاتة بي طلع لي نوع من التهجين بيتقال عليه اس بي 3. الاس بي 3 ده عبارة عن واحد اتنين تلاتة اربعة، وكل واحد من دول عنده الكترون، واحد اتنين تلاتة اربعة. دكتور بعد اذنك، ايه الفرق ما بين النقي والمهجن؟ النقي بيكون عباره عن فصين، المهجن بيكون عباره عن فص واحد زي ما انت شايف كده. هايل، وكل واحد من دول عنده الكترون، وبالتالي تشاركوني في اللي انا بقوله ده. هنا الكترون، هما دول يعني، ادي الثاني، ادي الثالث، ادي الرابع.
اشهر مثال على الاس ام 3 مركب اسمه ميثان. سمعت بقى عضويه؟ ما سمعتش عضويه، انا بعلمك. ميثان، الميثان ده عباره عن سي اتش 4. سي اتش 4 يعني الكربونه حواليها كام هيدروجين يا اولاد؟ الكربونه حواليها 4 هيدروجين. فبيحصل ايه بقى؟ سي حواليها هيدروجين 2 3 4، هتيجي هنا هيدروجين بالالكترون بتاعها، وهنا هيدروجين بالالكترون بتاعها، وهنا هيدروجين بالالكترون بتاعها، وهنا هيدروجين بالالكترون بتاعها. دكتور ايه الشكل ده يا حبيبي؟ ما هو الشكل ده اللي هو سي حواليها هنا هيدروجين، وهنا هيدروجين، وهنا هيدروجين، وهنا هيدروجين، ده اللي هو السي اتش 4. هايل، خد بقى اللقطه دي. بتتساءل يا دكتور هو ليه الهيدروجين عملتها دايره؟ يا حبيبي اصل الهيدروجين دي 1s1، هي عندها الكترون واحد، عندها الكترون واحد واحد، فالاس ده بيكون سفيريكال. حلو، وصلت للتهجين اس ب 3. اسالك سؤال، لو انت بتفهم ليه الكربونه في الوضع ده بقت مستقره؟ هي ليه الكربونه هنا ما كانتش مستقره؟ كان عندها محاطه بست الكترونات. طب لما عمل التهجين، التحسين اللي انت عملته، عد كده 2 4 6 8، فاكر لما قلت لك من 3 4 دقايق هتشوف بعينك ان اي رابطه في الدنيا عباره عن 2 الكترون؟ المفروض تكون شايفها بعينك دلوقتي، اي رابطه عباره عن 2 الكترون، الكترون جاي من الهيدروجين والكترون جاي من الكربون، الكترون جاي من الهيدروجين والكترون جاي من الكربون، فاوصل نوع من التهجين اقول عليه اس ب 3. طيب لو انا عايز الخص اللي انا قلته ده، بص يا حبيبي، لو في يوم من الايام، على فكره اسئله الامتحان بس لسه شويه، وهعلمك والله النهارده، هجيب لك مركب مرسوم زي ده، ده واقول لك الدواء ده يستخدم في علاج كذا 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 كذا، طيب واسالك عليه اسئله كتير قوي، من ضمن الاسئله دي هشاور لك على ذره زي دي انت لسه مش عارف، واقول لك تهجين الذره دي ايه؟ وشكلها ايه؟ وزاويتها كام؟ تعالى بقى اتعلم. لو انا شاورت لك على ذره كربون زي اللي انا بشاور عليها دي، وكانت ذره الكربون محاطه باربع روابط مفرده، فور سنجل بونز، مفرده يعني ما فيهاش ولا الدبل المزدوجه دي ولا التريبل هي الثلاثيه، يعني ذره كربون زي اللي انا بشاور عليها دي، دي مفرده 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 مفرده، وانت مغمض تهجينها اس ب 3. ده يبقى اسئله امتحان بالهيافه دي، ما تستعجلش. اشاور لك على ذره زي دي، وانا عارف انت لسه مش عارف، واقول لك دي تهجينها ايه؟ اسالك سؤال، اللي انا بشاور عليها دي ذره ايه؟ هتقول لي ذره كربون. الاول قبل ما اكمل ليه؟ لا انا ممكن اشاور لك على دي، ممكن اشاور لك على دي، ممكن اشاور لك على دي، ما تستعجلش. يا دكتور انت بتشاور على ذره كربون، جميل. اسالك سؤال تاني، ذره الكربون اللي انا بشاور عليها دي عندها دبل؟ دي اللي انا بشاور عندها دبل، في دبل بوند، في مزدوجه؟ لا. عندها تريبل؟ لا. وانت مغمض يبقى تهجينها اس بي 3. يبقى تاني ده هيبقى كنز. هقول لك طلع لي تهجين الكربون، تقول لي يا دكتور لو الكربون اللي حواليها كلهم سنجل تهجينها اس بي 3. تعالى بعلمك حاجه، يبقى الاس بي 3 الجيومتري بتاعه، كلمه الجيومتري معناها شيب، الشكل الهندسي بتاعه بيكون عامل كده، تترا هيدرال بيراميد. كلمة تترا هيدرال بيراميد، تترا هيدرال بيراميد هرم رباعي الأوجه، وجه 2 3 4، ده الشيب بتاع الاس بي 3. والبوند أنجل الزاوية ما بين كل ذرة والتانية بيكون مقدارها 109.5. دكتور الكلام ده فايدته إيه؟ فايدته يا حبيبي إن أنا في المستقبل، بس ده مش دلوقتي، هشاور لك على ذرة زي كده وأقول لك حدد التهجين والشكل والزاوية. الصعوبة انك تحدد التهجين لان الشكل والزاوية ثابتين على حسب نوع التهجين اللي انت قلته. لو كان الذرة تهجين اس بي 3 شكلها بيكون تترا هيدرال بيراميد، هرم رباعي الاوجه، وزاويتها بتكون 109.5. يلا نرجع نكمل. اسالك سؤال تاني، لو خلطت واحد من الاس مع 3 من البي يحصل ايه؟ بمنتهى الذكاء، واحد من الاس مع 3 من البي يطلع تهجين نوعه اس بي 3، واحد من الاس مع 3 من بي يطلع تهجين نوعه اس بي 3، فالذره بتكون محاطه باربع رابط مفرده زي السي اتش 4 زي الالكان. ايه الكان ده؟ الكان يعني مركب كل الروابط اللي فيه رابط سجن. استعجلش لسه باقي المنهج. طب مين يساعدني اشرح الاس بي 2؟ تنصحوني اشرح الاس بي 2 ازاي؟ لو ليكوا وجهه نظر. اس بي 2 دكتور اخلط واحد من الاس مع 2 من البي، بس البي فيها 3، ماشي اخلط واحد من الاس مع 2 من البي. بص كده، وانا دايما وانا بشرح الالوان دي بتبقى بالنسبه لي مميزه جدا، هتفهموا يعني ايه مع الوقت. ادي واحد من الاس اهو مع 2 من البي. يا دكتور بس لسه عندنا بي اوربيتال ما دخلش في التهجين. دي حقيقه اهو، اللي هو ده القديم، مش هما البي كان فيها 3 الكترونات، انت خلطت 2، ده لسه زي ما هو، ده كده اس بي 2. ثانيه، اشتري لي ذره كربون زي ما انا بعمل كده، ادي ذره كربون اهي، خليها تعمل التهجين ده. عندها كام واحد طالع من التهجين زي ما انتم شايفين؟ 1 2 3. اوكي، ادي فص، ادي الثاني، وادي الثالث. استنى استنى،
وعندها تو لوبس. ايه ده ايه ده ايه ده دكتور مش فاهم، ممكن تفهمني؟ اه طبعا ممكن. المهجن كان عباره عن فص واحد، واحد اتنين تلاته، والقديم بيور، بيور يعني ما حدش لخبطه، ما حدش لمسه، كان عباره عن تو لوبس. طب ما تروح تشتري لي ذره كربون تانيه كده وتعملي نفس النظام، هقول لكم ليه حالا. طالع من التهجين واحد والتاني والتالت اللي هو بيكون عباره عن وان لوب، وعندها على قديمه، ما انا بشرح اس بي 2، ففي واحد لسه زي ما هو على الوضع القديم كان بيور. دكتور دكتور بعد اذنك، انت ليه جبت ذرتين كربون جنب بعض؟ اصل اس بي 2 ده بيظهر في الالكين، كلمه الالكين يعني اللي عنده رابطه مزدوجه. اشهر الكين هو الايسين او الايسيلين، وما تستعجلش والله هتعرف كل حاجه مع الوقت. كل الكلام ده هندرسه بتفاصيله الممله. طيب بص يا حبيبي، هتيجي هنا ذره هيدروجين بالالكترون بتاعها ليه زي دي يعني، وذره هيدروجين بالالكترون بتاعها، وذره هيدروجين بالالكترون بتاعها، وذره هيدروجين بالالكترون بتاعها. حلو، اسالك سؤال وتشاركني. الرابطه اللي انا بشاور عليها قدامكم دي سنجل ولا دبل؟ لو خدت واحد بس كده تعالى لا سنجل، اللي قدامكم دي سنجل ولا دبل؟ دبل يا دكتور. دبل يعني مزدوج. الدبل بتكون عباره عن سيجما اند باي، والله لو ما تعرف حرف في الكيمياء لاعلمك. سيجما اللي هي الاحاديه المفرده، اند باي اللي هي الرابطه المزدوجه. بص يا حبيبي، مش انتوا معايا ان هنا الكترون هنا الكترون؟ يحصل حاجه اسمها هيد اون هيد اوفرلابنج، هيد اون هيد اوفرلابنج، تداخل بالراس ما بين الاوربيتالات. تداخل اللي بالراس ده بيطلع لي حاجه اسمها سيجما بوند، يطلع لي رابطه سيجما، وتلاقي التداخل قوي، فتلاقي الرابطه سيجما دي سترونج بوند. ما تستعجلش. طيب المفروض اقول لكم باي باي، الاس بي 2 خلصت. اي بس حد هيقول يا دكتور طب ما هو البي اوربيتال ده باقي عند الذره الاولى، والبي اوربيتال ده باقي عند الذره الثانيه، هيعملوا ايه؟ هيقربوا من بعض. بصوا، في بي اوربيتال متبقي عند بي اوربيتال نقي متبقي عند الذره الاولى، وبي اوربيتال نقي متبقي عند الذره الثانيه. هيحصل ما بينهم حاجه اسمها لاترال اوفرلاب، سايد تو سايد اوفرلاب، تداخل بالجنب، او بيتقال عليه حاجه اسمها لاترال اوفرلاب. هيد اون هيد اوفرلاب يطلع السيجما، لاترال اوفرلاب يطلع الباي. فيبدا واحد يسال سؤال، وانا لو مكانك وما كنتش فاهم هسال نفس السؤال، يا دكتور هي مش دي رابطه مزدوجه؟ اه يا حبيبي. طب انت عامل هنا ثلاث خطوط ليه؟ هقولك. الرابطه سيجما عباره عن وان الكترون كلاود. ده في حاجات عايزين تعرفوها. على فكره يا حبايبي، الالكترونات دي مش خطوط، مش خط كده زي ما انا عامل. الالكترون دي كلاود، سحابه، شحنه كده موجوده. فالرابطه سيجما بتكون عباره عن كلاود واحد، وصله واحده. الرابطه باي بتكون عباره عن وصلتين. اقول لكم حاجه، يعني المفروض بتوع ثانوي، ايه المفروض بتوع ثانوي كان اقول لكم الحته دي، كان يقول لك ان الرابطه باي، الرابطه باي دي اسمها جاي من ان هي عباره عن بي اوربيتال وبي اوربيتال، مش دي عباره عن بي اوربيتال وبي اوربيتال، وبينهم لاترال اوفرلاب، بينهم تو الكترون كلاودز، فيطلع رمز الرابطه باي. يعني دي سيجما والاثنين دول بيمثلوا حاجه اسمها الرابطه باي، يعني رمز الرابطه باي، على فكره باي يعني اثنين، رمز الرابطه باي عباره عن تو الكترون كلاودز. عارف انا بعمل ايه من غير ما تاخد بالك؟ ده انا بقارن ما بين السيجما بوند والباي بوند. دكتور والامتحان في مقارنه؟ مفيش تسميع، بس تجي لي ام سي كيو اختياري يعني صح وغلط، يبدا يقارن لي ما بينهم صوره جمل صح وغلط. تعال نكمل. الاس بي 2 بيكون موجود في الالكين. الاس بي 2 الشكل بتاعه بيكون ترايجونال بلانر، مثلث مسطح، هنشوفه بعيننا لما ندرس ستيريو، ندرس حاجه اسمها الكيمياء الفراغيه. شكله بيكون بلانر، والبوند انجل الزاويه بتبقى 120. اذا كان الاس بي 3 موجود في الالكان اللي هو المفرط، فالاس بي 2 موجود في الالكين اللي هو المزدوج. تعال، لو شاورت لك على كربونه محاطه باربع رابط مفرده تلاقيها ايه يا حبيبي؟ اس بي 3. طب لو شاورت لك على كربونه عندها دبل بوند زي الكربونه دي او الكربونه دي تهجينا ايه يا حبيبي؟ اس بي 2. تقدر تقول لي، تقدر توصل معايا لغايه الذره دي في التهجين؟ مفروض لو بتفهم. يلا كده سوا، انا بشاور على ذره ايه؟ كربون. قول تهجينا ايه؟ كربونه انا بشاور عليها دي عندها دبل؟ لا. عندها تريبل؟ لا. وانت مغمض بص تبقى اهبل لو بتغلط في تهجين الكربون. عندها دبل؟ لا. عندها تريبل؟ لا. اس بي 3. الكربونه انا بشاور عليها دي عندها دبل؟ عندها تريبل؟ تهجينها اس بي 3. الكربونه اللي انا بشاور عليها دي يا حبيبي، الدبل اللي انا بعمله ده مش ما بين الكربون والهيدروجين، الهيدروجين ده بتاع الكربون، الدبل دي ما بين الكربون والكربون. اذا حضرت الدبل او التريبل فالموضوع منتهي. لو شفت عندك دبل او تريبل التهجين واضح، دبل بوند اس بي 2، ولو تريبل لسه تكون اس بي. هنا دبل يبقى ده اس بي 2 وده كمان اس بي 2. طب ده ما تستعجلش، ممكن نرجع نكمل. طب اسال سؤال، حد يقدر يقول الشيب بتاع الذره دي ايه؟
والبوند انجل بتاعتها ايه؟ تقول لي يا دكتور سهله، هرجع لو كان تخرجينها اس بي 2 يبقى شكلها بلانر وزاويتها 120. بص اشرح لكم الاس بي 2 بطريقه ثانيه سهله. يلا. عايز اشرح الاس بي 2 اعمل ايه؟ اس بي 2 قولوا كده. الاس كان فيه الكترون والبي كان فيه ثلاث الكترونات. لو خلطت واحد من الاس مع اثنين من البي، ركز كده، واحد من الاس مع اثنين من بي، هيتبقى بي اوربيتال عند الذره الاولى وبي اوربيتال عند الذره الثانيه، يدخلوا مع بعض وطلعوا رد طبيعي يطلع الكين. ده ابسط طريقه لفهم الاس بي 2. طب تاني اشرح لي الاس بي 3. اس بي 3 واحد اس مع 3 بي، كربونه محاطه باربع رابط مفرده. اشرح لي تهجين الاس بي 2. واحد اس مع 2 بي، هيتبقى بي عند الذره الاولى وبي عند الذره الثانيه، يدخلوا مع بعض ويطلعوا رد طبيعي يطلع الكين. لو انت بتفهم اشرح لي الاس بي. والله تعرف تقول، انا متاكد بتقوله دلوقتي. اشرح الاس بي، يبقى انا هخلط واحد اس مع واحد بي، فهيتبقى 2 بي عند الذره الاولى و2 بي عند الذره الثانيه، يعملوا ربطتين باي، فتطلع الرابطه الثلاثيه اللي هي الالكاين. تعال نشرحها لكم كده. الاس بي هخلط واحد اس مع واحد بي، اهو ادي خلطت واحد اس مع واحد بي. يا دكتور بس هيتبقى 2، وماله يا حبيبي؟ هيتبقى 2 اهو، 2 على قديمه، ما دخلوش في الخلط. بيور بي اوربيتال، بيور بي اوربيتال. يلا كده نشرح سوا. ادي ذره كربون وادي ذره كربون. ذره الكربون دي عندها كام واحد مهجن؟ ادي فص وادي الثاني، ودي عندها ادي فص وادي الثاني. عندها كام واحد نقي؟ 2. خلي بالك النقي بيكون عباره عن تو لوبس، نعمله كده. النقي بيكون عباره عن تو لوبس، اللي بالاحمر ده نوع واللي بالازرق ده نوع ثاني. اهو ادي وان، اهو ده النقي عباره عن تو لوبس، والنقي الثاني برضو عباره عن تو لوبس. قبل ما اكمل، اذا كان اشهر مثال على الاس بي 3 هو الالكان اللي هو المفرد، واشهر مثال على الاس بي 2 هو الالكين اللي هو المزدوج، فاشهر مثال على الاس بي هو الالكاين اللي هو الثلاثي، حاجه اسمها الاسيتيلين. انا مش مستعجل اعلمك الحاجات دي، الحاجات دي كلها تظهر جوه السنه بالتفاصيل الممله. ده الكاين، ده بيتقال عليه الكاين. بص يا حبيبي، هتيجي هنا ذره الهيدروجين بالالكترون بتاعها، ذره الهيدروجين بالالكترون بتاعها، هما الاثنين دول. حد يكمل؟ هيد اون هيد اوفرلاب، رابطه بتاع عليها ايه؟ سيجما. اسالك سؤال، اللي قدامي دي سنجل ولا دبل ولا تريبل؟ تريبل. تريبل يعني ايه؟ يعني واحده سيجما واثنين باي، واحده سيجما واثنين باي. لاترال اوفرلاب ما بين الاحمر والاحمر يطلع رابطه باي الاولى. لاترال اوفرلاب ما بين الاسود والاسود يطلعوا لي الرابطه باي الثانيه. اذا كنز الكربون المحاطه باربع رابط مفرده اس بي 3، الغي ده كله، ما لا مفيش يقول لك في امتحان سمع ولا ارسم ولا الكلام ده، لا للفهم. دبل بوند اس بي 2، تريبل بوند اس بي. يبقى لو كانت سنجل اس بي 3 في دبل اس بي 2 في تريبل هتبقى اس بي، ولسه هطبق معاك دكتور. والاس بي شكله ايه؟ شكله لينير، لينير يعني خطي، خط. طب طالما خط يبقى البوند انجل مقدارها 180. مش هيتقال لك في الامتحان قارن ما بين الاس بي 3 والاس بي 2 والاس بي. امتحان ايه ده؟ لسه بدري، ده لسه ما دخلتش المنهج. على فكره لسه ما دخلتش المنهج، بس الكلام ده يخليك تحل والله اسئله كتير جدا. مش يقول لي قارن، امال هيجيب لك اتوم زي كده، انت لسه ولا حد فيكم يعرف دي تهجين ايه. يقول لك الاتوم اللي انا بشاور لك عليها دي، حدد الهايبرديزيشن والجيومتري والبوند انجل. جيومتري اللي هو الشيب، فانت من خلال معرفتك للتهجين تقدر بسهوله تعرف الشيب. لو اس بي 3 تترا هيدرال بيراميد، هرب رباع الاوجه. لو اس بي تي اس بي 2 بيكون بلانر. لو اس بي بيكون لينير. البوند انجل مع الاس بي 3 109.5، مع الاس بي 2 120، مع الاس بي بيبقى بمقدار الزاويه 180. طيب دكتور، اللي فات ده كله ليه فايده؟ فايدته ان انا لما اقول لك اس بي او اس بي 2 او اس بي 3 تعرف الاس والبي اللي انا بلطقهم دول منشاهم ايه. طيب بينا وبين بعض بقى هنذاكر موضوع التهجين ازاي. حاضر. طبعا ده في الاول كان الفهم. بص يا حبيبي، لو انا بشاور لك على ذره كربون وعايز تعرف تهجينها، ما عنديش طالب يغلط في تهجين الكربون الا تبقى معاق، مخك في حاجه غلط. لو بشاور لك على كربونه سنجل مفيش اي دبل او تريبل، يكون التهجين اس بي 3. لو في دبل يكون التهجين اس بي 2. دكتور انت كاتب سي دبل بوند والحته دي فاضيه، مش كاتب حاجه هنا ليه؟ اكيد انا قصدي هتعرف ليه. لو سي تريبل يكون التهجين اس بي. تيجي نجرب نبدا نحل كده. يلا اللي باقي لي في الفيديو، يعني هو بقى تركايه واعرف اشرح، معلش الفيديو طول سنه بس هيأسسك، وفي ثلاثة زيه كده هيخلوك ان شاء الله تمشي زي الفل في المادة. تيجي نعدي، انا باقي لي ان انا امشي على الناس دي واطلع تهجينها. يلا كده نعدي على المركب ده ذرة ذرة، اديك ثواني تفكر. لو انت بتعمل صوب للفيديو عايز اعرف تهجين الذرات دي. دي ذرة كربون صح؟ في دبل او تريبل؟ لا اس بي 3. دي ذرة كربون في دبل او تريبل؟ لا اس بي 3.
دي ذرة كربون في دبل. دكتور دكتور في دبل بس دي سنجل. يهبل، طب ما دي كانت دبل ودول سنجل. قصدك تقول يا دكتور بتبص للاتقل؟ ببص للدبل او التريبل. اقولها بطريقه سهله، اذا حضرت الدبل او التريبل فالموضوع منتهي. شاف الدبل قول اس بي 2، شاف التريبل قول اس بي. في دبل بوند يبقى ري اس بي 2، والكربونه دي كمان اس بي 2. انت عارف انا كان قصدي ايه بي سي دبل بوند والحته دي فاضيه؟ قصدي اقول ان دي اس بي 2 واللي هتقعد هنا كمان هتكون اس بي 2. طيب مش دي تريبل؟ يا دكتور التريبل. يبقى الكربونه دي اس بي والكربونه دي اس بي. هيجي حد سكران كده قاعد مسطول يقول لي يا دكتور طب والهيدروجينه يا دكتور اللي انت سايبها دي؟ هقوله انت تقول لي والله العظيم اسئله امتحان. ان هايبردايزد اتوم، والله اسئله امتحان. يقول لك في امتحان اقسم بالله بتيجي دايما، يقول لك هاو ميني ان هايبردايزد اتومز ان ذا فولون كومباوند. ترجم هاو ميني ان هايبردايزد اتومز ان ذا فولون كومباوند بالعربي، كم عدد الذرات غير المهجنه في المركب ده؟ ذرات الهيدروجين هي الذرات غير مهجنه. حد بيفهم يقول لي ليه؟ هو انواع التهجين ايه؟ اس بي 3 اس بي 2 اس بي بي، صح؟ هي الهيدروجين الغلبانه دي كان عندها كام الكترون؟ هو الاس ما عندهاش بي اصلا، وبالتالي ذره الهيدروجين ذره غير مهجنه. يعني في امتحان لو قلت لك في كام ذره غير مهجنه في المركب ده، عد بقى ذرات الهيدروجين. هيقول لي ادي واحده، ادي كده اثنين، كده ثلاثه، نضيف عليهم اثنين بقوا خمسه، نضيف عليهم ثلاثه بقوا ثمانيه. تقول يا دكتور عرض الذرات الغير مهجنه ذرات الهيدروجين طلعوا ثمان ذرات، ممكن تساعدوني اشوف تهجين المركب ده؟ يو كان، تقدر. نبدا بالسهل ده، نبدا بدي. دي كربونه صح؟ في دبل او تريبل؟ لا اس بي 3. دي كربونه صح؟ دكتور دي سنجل ولا في دبل بوند؟ اس بي 2. ممكن تسيب دي؟ استنى. دي كربونه في دبل بوند؟ اس بي 2. اوبس، تعالى بقى اتعلم وشوف لي دي. انا بقول والله العظيم اسئله امتحانات، انا بقول دي اس بي. طبعا انت تروح مكشر كاس بي. هو انت مش بتقول الاس بي بتكون موجوده في التريبل؟ الاس بي بتكون موجوده في التريبل. تعالى اعلمك. ادي سي تريبل بوند بالشكل ده. اسال سؤال والكل يقدر يجاوب. يا حبيبي دي تهجينها ايه؟ كلكم هتقولوا اس بي. هقول لك ليه تهجينها اس بي؟ تقول لي عشان تريبل. جميل جميل، طبعا صح، وهي اس بي عشان تريبل. فكره الاس بي يا حبايبي ان الذره يكون عندها رابطتين باي، بالتالي مقتنعين رابطتين باي مع السيجما يطلع تريبل. تاني اصل انا كنت لاقين فيها فكره الاس بي ان يكون عندها ايه؟ رابطتين باي، يتبقى 2 بي مع 2 بي فطلع رابطتين باي. يبقى اللي عندها رابطتين باي تهجينا اس بي، اللي عندها رابطتين باي تهجينا اس بي. تعالى دي تهجينا اس بي ليه؟ تقول عشان تريبل. اقول لك جميل، لو عندها رابطتين باي، طب استنى 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 استنى، لو انا شلت الرابطه اللي كانت هنا، شوف الرابطه اللي كانت هنا دي، على فكره الالكترون بتتحرك وبتلف وبتلعب، ما تستعجلش. الرابطه اللي كانت هنا دي لو جبتها هنا دي تهجينا اس بي. حد يقدر يقول ليه تهجينا اس بي؟ عشان عندها رابطه باي من الاتجاه ده ورابطه باي من الاتجاه ده، عندها رابطتين باي، واللي عنده رابطتين باي يكون تهجينه اس بي. اتعلم. لو انا قعدت مثلا 50 دقيقه لغايه دلوقتي تلخصهم، الكربونه المفرده اس بي 3، الدبل اس بي 2. في حالتين في الكربون بتكون اس بي، قولهم لي امتى؟ في حالتين الكربونه بتكون اس بي، لو كانت التريبل او كربونه محاطه برابطتين باي، عندها رابطه باي من الاتجاه ده وعندها رابطه باي من الاتجاه ده. والله اللي انا بقوله كفيديو تاسيسي في الاول ده والله ماشيك في الامتحان، تقعد تحل اسئله كتير منه. الحوار بتاعي يجيب لك اتوم يقول لك طلع التهجين بتاعها. يبقى الكربونه المفرده اس بي 3، الدبل اس بي 2، تريبل اس بي. طبعا ده يبقى عايز تطبيق وحل، وهديكوا اسئله بالهبل نطبق عليها. الكربونه المحاطه برابطتين باي يكون تهجينها اس بي. اعلمكم حاجه كده واحنا لسه على البر، انا في امتحان مش هرسم لك المركب كده، مش هقول لك سيز، مش هبينها لك، هعملها لك زجزاج بالشكل ده. فنعلمكم حاجه كده على ما نكمل. طول ما انت ماشي كده، طول ما انت ماشي بالشكل الغريب ده، بدايه الكربون ونهايه الكربون، طول ما انت ماشي كده في الاول هنا كربون وفي الاخر كربون، وطول ما انت طالع نازل كده، يعني بصوا هنا كربون هنا كربون. دكتور بس الكربونه دي على كام رابطه؟ يا حبيبي هي بتبقى سي وطالع منها الاتشات، ما تشغلش بالك، هعلمك دلوقتي. هنا كربون وهنا كربون وهنا كربون وهنا كربون وهنا كربون وهنا كربون. اتفقنا؟ طول ما انت طالع نازل كده كربون 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 كربون، كيمياء اورجانيك يعني كربون. تقدر تطلع لي تهجين كل الذرات دي؟ اقدر يا دكتور. ما اقدرش ليه؟ انا بشاور لك على ايه؟ على الكربونه يا دكتور. في دبل او تريبل؟ لا يا دكتور اس بي 3. بشاور لك على ايه؟ كربون. في دبل او تريبل؟ لا اس بي 3. بشاور لك على كربون. في دبل اس بي 2، الحق واختها اس بي 2، اذا حضرت الدبل او تريبل الموضوع منتهي. اس بي 2 اس بي 2. طب دي كربونه في دبل او تريبل؟ اس بي 3. طب دي كربون، طبعا هنا سنجل وهنا سنجل، مفيش دبل او تريبل. هنا كربونه مفيش دبل او تريبل، تكون اس بي 3. هاي طب ممكن نشوف المركب ده، بس ده اصعب سنه صغيره. انت قلت يا دكتور في الاول كربون وفي الاخر كربون، تعالى بعلمك حاجه. الكربونه دي يا رب تساعدوني، الكربونه دي اس بي 3 واللي بعدها مفرده اس بي 3.
طب اللي بعدها دي دبل، اهي دبل اهي اس بي 2، ودي برضو دبل اس بي 2. طب اللي بعدها سنجل اس بي 3، اللي تحتها سنجل اس بي 3. اوه تعالى بقى اقول لكم حاجه، طول ما انا طالع نازل كده كربون 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 كربون، التريبل تخيل، بص بص الحاجه الغريبه دي، تخيل انا لما اعمل لك اقول لك ده مركب، يعني لما اعمل لك ثلاث خطوط الغريبه دول اقول لك ده مركب واسيبك وامشي، اعرف ان هنا كربون وهنا كربون، طبعا فيها هيدروجين مع النبي. قصدك تقول ايه؟ قصد اقول ان الاس بي 3 والاس بي 2 بعرف اعملها زجزاج طالع نازل كده. تخيل ان الحته دي فيها ذره كربون، تخيل يا راجل يا طيب، والحته دي فيها ذره كربون. اه دكتور دكتور، طب معلش ليه ما كسرتهاش كده؟ ليه ما عملتهاش كده عشان اكون شايف ان هنا كربون وهنا كربون؟ هقول لك بس انت مش هتلقطها دلوقتي يا حبيبي. هو التريبل مش تهجينها اس بي؟ اه. مش التريبل تهجينها اس بي؟ اه. طب تعالى يا عسل، هو الاس بي الشكل بتاعه بيكون ايه؟ لينير. ما معنى لينير؟ خطي، فلا يجوز لي ان انا اعملها زجزاج، فبوصل عند التريبل وانا عامل خط لينير كده. ما علينا، لو التفصيله دي كانت صعبه لسه الكلام مش صعبه يعني، بس لسه الكلام ده هيبان بتفاصيل اكتر اكتر مع الوقت. طيب نرجع تاني. لو انا قلت لك تهجين الذره دي ايه؟ والله العظيم المفروض تفكر. دكتور بس ثواني بس، انت طلعت مرحله كده مره واحده، وايه ده اصلا؟ يا حبيبي المركبات العضويه قد تكون سايكليك اور اسايكليك بالعربي، قد تكون حلقيه، حلقه اي حلقه بقى، حلقه 3 حلقه 4 حلقه 5 حلقه 6، او تشين سلسله، ده كده اسمها سلسله تشين لا حلقي. طيب اتمنى تساعدوني، المفروض شاطرين، ممكن نطلع تهجين، مش هصعب عليك، اقول لك طلع لي تهجين الكربون في المركب ده، لو شاطرين جاوب. تهجين الايه؟ كربون، يعني الاول الحاجات دي لسه لسه. يلا، هو الكسره دي مش معناها كربونه؟ اه يا دكتور معناها كربون. هتجاوبه تعرفه اللي انا بشاور عليها دي؟ والله العظيم في اسهل من كده. في دبل؟ لا. في تريبل؟ لا. اس بي 3 دبل، اس بي 2 دبل، اس بي 2 اللي انا بشاور عليها دي كربون، في دبل او تريبل؟ لا. اس بي 3 قول اس بي 3، مين يقول لي دي اس بي 2؟ دبل يا دكتور، دي دبل بوند، مالكش دعوه، مش في دبل بوند يا ابني، طالما الدبل بوند موجوده تبقى اس بي 2، كربونه مفرده تبقى اس بي 3. طيب علشان برضه دماغكم ما تطقش مني، انا هقول حاجه كمان تقيله شويه اعلمها لك دلوقتي، وابدا بقى الفيديو الجاي ان شاء الله، اللي لسه معاك فيديوهين تاسيسيين هتعرفوا، والله والله هتعرفوا قيمه الثلاث فيديوهات اللي في الاول دول، هيفضلوا ماشيين معاك لاخر السنه. طيب عايز اختم الفيديو بحاجه واحده، هي حاجه مش هتتفهم مره واحده، لا لسه مكمله معانا في مرات جايه كتير، الا وهي اقول لك انا عايز تهجين دي، انا عايز تهجين دي، انا عايز تهجين دي، انا عايز تهجين. ايه ده ايه ده ايه ده، انت بتشاور على حاجات غريبه، انت بتشاور على الاو ولا بتشاور على الاس ولا بتشاور على فعلا؟ هو ده انا هخلص بيه الفيديو النهارده، تهجين الاو والاس والان، التهجين بتاع الاكسجين والسلفر والنيتروجين، ونبقى خلصنا النهارده، والمره الجايه نكمل ونعيد ونزيد، وننزل لكم اسئله كده وخليكم تجربوا ان شاء الله، يعني باذن الله بكره هنزل لكم امتحان كده، مش امتحان ما تتخضش يعني، امتحان خفيف كده تطلع منه تهجين. يلا نشوف سوا، يلا تهجين الاو والاس والان. بص يا حبيبي، تقدر تتوقع ذره النيتروجين دي تهجينها ايه؟ لو انت شاطر هتتوقع. دكتور هي بتعمل تهجين اصلا؟ ما هي بتعمل تهجين عشان تعرف تمسك في المهجنه دي جنبها اللي ذره الكربون دي. بص يا حبيبي، اذا حضرت الدبل او التريبل الموضوع منتهي. لازلت بقول انا كنت لئيم لما قلت سي دبل بوند وسكت، انا قصدي اقول ان اللي هنا اس بي 2 واللي هنا ايا ما كانت، لو سي دبل بوند سي، لو سي دبل بوند او، لو سي دبل بوند ان، ايا ما كانت الذره اللي هنا دي ايه، هتكون دي اس بي 2 ودي كمان هتكون اس بي 2، لو كانت دي اس بي اللي هنا دي كمان هتكون اس بي. يلا كده تساعدوني كده، حلو. بص اللقم بتاعنا ده، انت هتتهبل من الاسئله، هي دي ذره ايه؟ نيتروجين 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 نيتروجين، وهتلاقي ده غير ده غير ده زي ما هتشوف دلوقتي حال. يلا يا رب تساعدوني انا بقى مش طب ممكن اعدي الاول تهجين الكربون باعتباره سهل. يلا نشرح تهجين الكربون. كربونه فيش دبل او تريبل، اس بي 3 دبل بوند، اس بي 2 دبل بوند، اس بي 2 دبل بوند، اهي دبل بوند اس بي 2 تريبل بوند اس بي. خش على الصعب، مين يقول للنيتروجينه دي اس بي؟ يا دكتور سهله، انت قلت لو التريبل موجوده سي تريبل اي حد يكون التهجين اس بي، يبقى النيتروجينه اس بي. يا رب يا رب تعرفوا تجاوبوا اس بي 2. ليه يا اولاد؟ يا دكتور انت قلت جمله اذا حضرت الدبل او التريبل فالموضوع منتهي، دبل يكون التهجين اس بي 2، تريبل يكون التهجين اس بي، ايفن لو حتى ما كانش كربون، اتفقنا؟ اوه المشكله الاكبر، فهمتها اقول لكم باي باي، لا مش فهمتها لسه شويه. النيتروجينه دي والنيتروجينه دي، يا سلام على الاورجانيك، هو مش باين ليكم
ان ده ان اتش 2 ده ان اتش 2، فاللي هنقوله هنا هنقوله هنا. اه ده المفروض، المفروض اللي هنا يبقى زي اللي هنا. طيب ممكن اقول بس حاجه كمان قبل ما اشرح دي، عشان دي هشرحها ابقى خلصت. لو كان عندك اي ذره تخيلوا، والله لا تخيلوا اسئله الامتحان، يا لهوي ده انتوا هتلعبك ولعب. يقول لك ايه؟ اعتبر ده دواء قدامك في امتحان، بس انت مش هتعرف تجاوب دلوقتي. هروح لك جيب لك مركب زي ده مرسوم، يقول لك ايه؟ اول الصيغه وانت الترجمه، بس مش هتعرف تجاوب، مش هتعرف تجاوب حالا. How many sp2 atoms in the following compound other than carbon? How many sp2 atoms in the following compound other than carbon؟ اترجم انا؟ بيقول لك كم عدد ذرات sp2 في المركب غير الكربون. وكانه بيقول لك يا حبيبي اصل تهجين الكربون اهبل وكله عارفه، انا عايزك بقى تقول لي في كم ذره sp2 بس ما يكونوش كربون. الراجل قصده يقول لك هتعدي على الاو والاس والان اللي في المركب وتطلع تهجينه، شوف تهجينه نوعه ايه، وتلاقيه اس بي 2 بقى عنده معاك. طيب هنعرف التهجين ازاي؟ رابطه ثلاثيه اس بي، رابطه ثنائيه اس بي 2. طب النيتروجينه دي والنيتروجينه دي الفرق ما بينهم ازاي؟ اسمحوا لي في دقيقه اقول عنوان هيظهر معانا في 3 4 فيديوهات بتفاصيل ممله، في عنوان كده كلمه كده هتفضل وراك والله لغايه لما تتخرج. ايه هي بقى؟ كلمه اسمها كلمه ريزونانس، مصطلح اسمه ريزونانس، هقول فكرته في دقيقه بس، ده هيتفرد له فيديوهات عشان بس لما الفيديو يخلص يقول يا دكتور الريزونانس ده ما فهمتوش قوي او انت اتكلمت عليه بسرعه. ده نص الانترودكشن للريزونانس. ده ريزونانس معناه بالعربي رنين. رنين ايه؟ رنين ده لو انت في ثانوي، بس انت ما خدتهاش للاسف، كان في ثانوي يروح عامل لك يرسم لك البنزين، معانا نص منهجنا برضو البنزين، كان يرسمه حلقه ثلاثيه كده جواها دايره، دايره دي معناها الالكترونات بتتحرك او بتلف. بلاش يا دكتور انا ما سمعتش كامل. حاضر. ريزونانس معناه بالعربي الرنين. ايه الرنين ده؟ حركه الالكترونات في المركب. ايه حركه الالكترونات في المركب؟ الالكترونات ما بتكونش ثابته في حته، تقعد تدور كده. وانا قلت لكم من دقايق ان الالكترونات عباره عن كلاود، عباره عن سحابه، فالسحابه دي بتتحرك من مكان لمكان. فبيقولوا لنا في ظاهره في الكيمياء اسمها ريزونانس. ايه الريزونانس ده؟ ان يكون عندي مركب عنده تشارج سنجل دبل. تشارج يعني شحنه سنجل دبل. دكتور معلش تقصد ايه يا حبايبي؟ في عنوان اسمه ريزونانس بقدر افهم منه نقطه صعبه في التهجين لغايه لما اروح اشرحه بالتفصيل الممل. اتفقنا؟ الريزونانس ده ان يكون عندي ذره عندها تشارج شحنه وبعدها سنجل وبعدها دبل. معلش شحنه يعني ايه؟ شحنه يعني عندها موجب، عندها سالب او كده. هو الاو والاس والان، تقدر تقول لي ايه الحاجه المشتركه ما بين الاو والاس والان؟ المشترك ما بين الاو والاس والان انهم عندهم لون بير، بغض النظر عن عدد اللون بير، يعني بغض النظر الان عندها لون بير واحد، الاو عندها تو لون بير وهكذا، لا انا يهمني ان الاو والاس والان عندهم لون بير. اه دي كانت فائده الدخله اللي في الاول، ان اللون بير ده عباره عن رصيد اضافي من الالكترونات تملكه بعض الذرات مثل الاو او الاس او الان. اللون بير ده عباره عن شحنه للالكترونات دي، لو اتوجد بعدها سنجل وبعدها دبل اللون بير ده ما يقعدش في مكانه، يقعد يجري، يفضل رايح جاي في المركب. بقول لكم يعني ايه؟ يا رب تلقطوا دي معايا، والله دي فيديوهات، الكلام ده ما يبقى النهارده بس، ده انا هقعد والله العظيم ممكن نقعد اربع فيديوهات نتكلم على الريزونانس ده. طب ليه بتقولوا؟ اصل هو بيفسر لي اصعب نقطه في التهجين، طب انت افهمها دلوقتي وخلي الريزونانس في وقته. ايه بقى؟ الاو دي عندها ريزونانس، الاو دي ما عندهاش ريزونانس. دكتور هو ده مركب؟ لا لا ده حته صغيره كده بنتفرج عليه. لحسن تقول لي الكربون على كام رابطه؟ انا بقول لك انا قاطع حته من المركب. الاو دي عندها تشارج سنجل، هي دي دبل. الاو دي ما عندهاش ريزونانس. ليه يا دكتور؟ تشارج سنجل. دكتور فين التشارج؟ الاو او الاس او الان، من غير ما اقول لك انت تكون عارف ان عندهم حاجه اسمها لومبير. اللومبير ده شحنه. بيعمل ايه بقى الريزونانس ده؟ معلش انا ممكن اسال سؤال، هو امتى الذره بتكون اس بي 2؟ الذره بتكون اس بي 2 يا دكتور لو كان عندها دبل بوند. تاني، الذره بتكون اس بي 2 يا دكتور لو كان عندها دبل بوند. الذره بتكون اس بي 2 لما يكون عندها دبل بوند. سؤال، هي الاو دي اللي انا بشاور عليها دي عندها دبل بوند؟ صح صح، بس عندها حاجه اسمها ايه؟ ريزونانس. ريزونانس معناها حركه الالكترونات في المركب. الاو او الاس او الان اللومبر بتاعها لو شاف بعدها سنجل وبعدين بعدها دبل يروح عامل الحركه دي، يروح منزل اللومبر بتاعه في المكان ده يعمل رابطه، والرابطه دي بتجري قدامك. بصوا الوصف ده وعمرك ما هتنساه. قدامي خمس ست كراسي، خمس ست كراسي كده رصصهم ورا بعض، خبطت اول كرسي فتبدا الكراسي تتحرك ورا بعضها. الحركه دي اسمها في الكيمياء ريزونانس، اللي هي ايه؟ الاو، بصوا الاو دي كانت سنجل وبعدين كان معناها سي دبل كده اهو، صح صح. الاو نزلت باللومبر بتاعها عملت دبل بوم وبدات الرابطه دي تتحرك. ما تشغلش بالك اللي بعد كده بقى ايه. انا عايز اسال سؤال واحد بس،
الاو كانت رابطتها سنجل، صح؟ صح. لما عملت ريزونوس تحولت من سنجل الى دبل الف ب تهجين، اللي عنده دبل بوند يكون التهجين بتاعه السي بي 2. دكتور معلش ما فهمتهاش قوي. حاضر، بص تعالى معايا تاني. النيتروجين دي تهجينها اس بي لانها تريبل، يبقى الاو او الاس او الان لو طالعه من تريبل يكون التهجين اس بي، انت مش محتاجني في شرح. الاو او الاس او الان لو طالعه من دبل يكون التهجين اس بي 2، برضو انت مش محتاجني في شرح. يعني انت لو شفت مباشره دبل بوند هتقول لي اس بي 2، تريبل بوند هتقول لي اس بي. الحوار كله بقى في الريزونانس. ايه هو الريزونانس؟ ان الاو او الاس او الان يتوجد بعدهم سنجل وبعدين دبل. الكترونات الاو او الاس او الان مجنونه، ما بتقعدش في مكانها، فتنزل تتحرك. الحركه دي بتخلي الرابطه تتحول من سنجل الى دبل، ومجرد ما تتحول من سنجل لدبل يكون تهجينها اس بي 2. يعني الاو او الاس او الان لو كان عندها ريزونانس يكون تهجينها اس بي 2. دكتور ما لقطتهاش قوي. على فكره لو ما فهمتهاش انت من حقك جدا ما تكونش لقطها. اصعب نقطه في الانترودكشن اللي احنا هنتكلم عليها في حصص كتيره هي اللقطه بتاعت الريزونانس دي. نقول تاني، يلا نقول تاني. الفرق ما بين الان دي والان دي، الان تريبل اس بي، الان دبل اس بي 2. الان اللي هنا دي، بص يا حبيبي، الان دي عندها لومبير صح، والان دي برضو عندها لومبير. بتجرب تمشي الريزونانس في كل الاتجاهات. لو الريزونانس كان موجود، الريزونانس ده بيمكن الذره انها تتحول من سنجل الى دبل، وبمجرد ما تتحول لدبل يكون تهجينها اس بي 2. تشارج سنجل سنجل، استنى، تشارج سنجل دبل. طالما عندها تشارج سنجل دبل يعني عندها خاصيه اسمها ريزونانس، والريزونانس ده في المستقبل يقدر يحولها من سنجل لدبل، يكون تهجينها اس بي 2. والله 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 ما في اصعب من النقطه دي، هتقابلك في الانترودكشن كلها. مع التسميه، حاجه اسمها التسميه. على فكره اورجانيك 1 اللي انا بشرحها دي اصعب اورجانيك، يعني في اورجانيك 1 2 3 4 مثلا اصعب اورجانيك، اورجانيك الترم الاول. طب تلاقي تفاصيلها تقيله شويه، خصوصا انك ما خدتش كيمياء. ولو انت سمعت الحاجات دي في ثانوي ما تفرحش، لسه لسه اللي جاي ما سمعتش عنه في حياتك. اس بي 2 عشان عندها تشارج سنجل دبل. نسال هنا، فهمتها؟ اقول لكم باي باي. الان اللي انا بشاور عليها دي طالعه من دبل؟ لا، لو طالعه من دبل تبقى اس بي 2. طالعه من تريبل؟ لا، لو طالعه من تريبل كنت اقول عليها اس بي. عندها ريزونانس؟ لا. طب ليه ما عندهاش ريزونانس؟ تشارج سنجل سان، تشارج سنجل سينك، ولا دبل ولا تريبل ولا ريزونانس، يكون تهجينها اس بي 3. اقسم بالله كنز، اقسم بالله كنز، يحل لك مشاكل التهجين اللي هتقابلك على مدار الترم. الكربون المفرده اس بي 3، الدبل اس بي 2، دبل دبل سي دبل او دبل ان اس بي 2، السي تريبل هنا اس بي وهنا اس بي. الكربون المحاطه بربطتين باي من الاتجاهين يكون تهجينها اس بي. الاو والاس والان كنز. الاو والاس والان لو طالعه من دبل اس بي 2، طالعه من تريبل لازقه في تريبل يعني تكون اس بي. عندها ريزونانس اس بي 2. ايه ريزونانس ده؟ الاو او الاس او الان جنبهم سنجل وبعدين دبل. مع الوقت هتفهم الريزونانس ده بيخلي الذره دبل، ولما تكون دبل يكون تهجينها اس بي 2. طب الاو او الاس او الان ولا دبل ولا تريبل ولا ريزونانس، يكون تهجينها اس بي 3. يلا معايا، مين زي الشاطر يطلع لي تهجين الاو والاو والاو؟ اقسم بالله امتحانات، خلاص انت كده ليفل امتحانات. طلعوا لي تهجين الاو والاو والاو. قولا واحد، الاو دي طالعه من دبل بوند، ما تفكرش يا حبيبي اس بي 2، اوعى تفكر. اذا حضرت الدبل او التريبل فالموضوع منتهي، دبل تكون اس بي 2. طب الاو دي والاو دي مركزين؟ هي دي الكيمياء، هي دي الاورجانيك، مش دي او اتش وديت او اتش. اه اللي معدي كده يقول لك يا دكتور دي زي دي. استنى اقول لكم حاجه بيني وبينكم، لو في يوم من الايام بتطلع تهجين الاو والاس والان خاف منهم، وانت بتطلع التهجين بتاع الاو او الاس او الان احترمهم وخاف منهم، لان ممكن يكون عندهم حاجه مستخبيه ما تشوفهاش اسمها الريزونانس، فشك فيه. تشارج دكتور ما فيش تشارج. يلا من غير ما يقول لك الاو والاس والان عندها لومبير من غير ما ارسمهم لك. تشارج سنجل دبل ده اسمه ريزونانس، يبقى الاو دي اس بي 2. دكتور معلش تاني، مين الذرات اللي عندها لومبير؟ اللي هيهمك الاو والاس والان. تيجي نشوف الاو دي، في دبل؟ لا. في تريبل؟ لا. في ريزونانس؟ لا. ليه ما فيش ريزونانس؟ تشارج سنجل سنجل، ولا دبل ولا تريبل ولا ريزونانس، يكون تهجينها اس بي 3. يا رب يا رب تكونوا بتفهموا. طلعوا لي الفرق ما بين الان دي والان دي. يو كان تقدروا، الان اللي فوق في دبل؟ في تريبل؟ لا. في ريزونانس؟ تشارج سنجل سنجل؟ لا. يبقى اس بي 3. طب اختها اللي تحت تشارج لومبير يعني سنجل دبل، يكون تهجينها اس بي 2. اختم بهذا السؤال وتدي نفسك دقيقه تجاوبه قبل وتشوف هتجاوبه صح ولا غلط. والله 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 اسئله امتحانات. كم عدد ذرات اس بي 2 في المركب غير الكربون؟ هاو ميني اس بي 2 هايبرضايزد اتومز اذر ذان كربون؟
يقول لك قول لي في كام ذره في المركب اس بي 2 غير ذرات الكربون، هتعمل ايه؟ هتعدي على الاو الاس والان تطلع دكتور. طب وليه مش الاتش؟ يلا الاتش ان هايبردايزد، الاتش ذره غير مهجنه، هتعدي على الاو. بص انا بعمل ايه؟ بلونهم كده اهو، اطلع تهجينهم كلهم، وبعد كده نلاقي اس بي 2 نعدهم له بقى زي ما هو عايز. تعدي على الاو والاس والان تطلع التهجين بتاعهم، بعد كده تشوف بقى ايه اللي يطلع اس بي 2 نبقى نعده له. يلا كده زي الشاطرين. او طلع من دبل قولا واحدا، اذا حضرت الدبل او التريبل فالموضوع منتهي، دي دبل بونت بقى اس بي 2. انا بقول دي اس بي 2 وانتم شاطرين تقدروا تقولوا لي تشارج سنجل سنجل. طب استنى، تشارج سنجل دبل، بتجرب الريزونانس في الاتجاهات كلها اس بي 2. انا بقول الان دي اس بي 3 وانتم تقولوا لي ليه؟ يا دكتور ما عندهاش دبل ولا عندها تريبل ولا عندها ريزونانس، تشارج سنجل في الاتجاه سنجل والاتجاه سنجل اس بي 2. ليه يا عسل؟ تشارج سنجل دبل. طب الاس دي عندها لومبير، تشارج سنجل دبل يسمى ريزونانس فتكون اس بي 2. طلع من دبل بوند قولا واحدا، اذا حضرت الدبل او التريبل فالموضوع منتهي، دبل اس بي 2. طب الاس اللي هنا دي هوقعك، ده انا هلعب بيك في الامتحان. تشارج الاو الاس اللي عندهم تشارج سنجل سنجل دبل. تاني تاني تشارج. هو ليه يا دكتور ريزونانس يبقى تشارج سنجل دبل على طول؟ لازم لما الرابطه اللومبر ينزل هنا يلاقي رابطه باي يخبطها، لازم لما اللومبر يتحرك يلاقي رابطه باي يزقها، رابطه باي هي اللي بتجري. هقول لك ليه دلوقتي حالا، لكن هنا تشارج سنجل سنجل مفيش ريزونانس. يعني لو الاو نزلت الكتروناتها كده دي تقول انا ما عنديش رابطه باي احركها، فالريزونانس ما يتحركش، لازم اللومبر يخبط في رابطه باي، وبالتالي تشارج سنجل سنجل ما عندهاش ريزونانس، فيكون تاجينا اس بي 3. بعد لي بقى شوف طلع كام ذره اس بي 2 في المركب، قول يا دكتور ذرات الاس بي 2 غير الكربون طلعوا كذا. طيب اختم، الحمد لله خلصت، ولو الفيديو تقيل سنه ما تستعجلوش، هنعيد ونزيد ونعلمكم حاجات كتير. عايز اختم بمقارنه ما بين السيجما بوند والباي بوند، انا عارف انها سهله. سيجما بوند عباره عن 1 الكترون كلاود، وصله واحده، لكن الرابطه باي عباره عن 2 الكترون كلاودز. افتكر اختراع الرمزه رابطه باي. الرابطه سيجما سترونج بوند، رابطه قويه لانها تنشا نتيجه هيد اون هيد اوفرلاب، تدخل بالراس. رابطه باي رابطه ضعيفه لانها تنشا نتيجه اللاترال اوفرلاب. السيجما بوند كان بي بريزنت الون، ترجم يعني ايه؟ يعني عادي، يعني المركب ده فيه رابطه سيجما ودي رابطه سيجما ودي رابطه سيجما. قصدي اقول ان رابطه سيجما مستقله الوجود، مستقله الوجود يعني بتتوجد لوحدها، لكن الرابطه باي يستحيل مركب يكون فيه رابطه باي من غير رابطه سيجما. يعني انت في الاول يكون عندك سيجما، ولو ادعى تبقى تعمل رابطه باي، يبقى رابطه سيجما اندبندنت كان بريزنت الون، تقدر توجد لوحدها، لكن رابطه باي بريزنت والسيجما بوند. فرق كمان على فكره نقدر نضيفه ان الرابطه سيجما لوكالايزد، بس دي تقيله شويه المصطلح ده. الرابطه باي دي لوكالايزد، افهمها لكم، دي لوكالايزد. يعني ايه لوكالايز؟ يعني قاعده في مكانها، قاعده في مكانها يعني ما بتجريش، ما بتعملش ريزونانس، يعني رابطه سيجما ثابته في حته معينه، لكن الرابطه باي بتتحرك بتجري من مكانها، لان الرابطه باي كان الارتباط ما بين الاوربيتالز ضعيف لانه ينشا نتيجه لاترال اوفرلاب. طيب لو الكلام بتاع النهارده تقيل، انا قلت لكم الفيديو الجاي هفرضه مخصوص للريزونانس ولشرح الحته دي. يا رب بنهايه الفيديو تروح جايب ورقه وقلم تكتب لي بس البوكس ده، كربون المحاطه برابط مفرده اس بي 3، الدبل بوند اس بي 2، دبل بوند بقى سي، دبل بوند او، دبل بوند ان، تريبل اس بي، الكربون اللي عندها رابطتين باي من الاتجاهين تكون اس بي. اقسم بالله كنز بالنسبه لك الاو والاس والان، لو طالعين من دبل تكون اس بي 2، لو طالعه من تريبل تكون اس بي، لو عندها ريزونانس دكتور ما لقطوش المره الجايه، لو عندها ريزونانس تكون اس بي 2. ريزونانس يعني او او اس او ان، بعدها سنجل، بعدها دبل يكون تهجين اس بي 2. طب الاو والاس والان ولا دبل ولا تريبل ولا ريزونانس، يكون تهجين الذره اس بي 3. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله.